هنتكلم في الفيديو ده شباب عن الـ ABCDE Approach. ده عبارة عن بروتوكول بنتعامل فيه مع الحالات الطارئة أيا كانت الحالة دي جايلك بإيه، سواء تروما سواء كوما convulsions bleeding. هتبدأ تتعامل مع الحالة دي بشكل سيستماتيك بحيث تقدر تلقط أي حالة life threatening. إحنا عندنا لما بنتعامل مع عيان عندنا الـ primary survey والـ secondary survey، حاجة كده بنعملها في الأول لازم نطمن بيها، وبعد كده بندخل على السكندري سيرفي ده ونبدا بقى نفحص المريض من اول راسه لحد رجليه. في البرايمري سيرفي اللي احنا بنتكلم عنها دي اللي هي الاي بي سي دي اي ابروتش، بنبدا نطمن فيها على العيان ونتاكد ان مفيش حاجه لايف ثريتنينج بتهدده، وبعدها ندخل على السكندري سيرفي ونبدا نفحصه بمزاجنا خالص. البرايمري سيرفي اللي احنا هنتكلم عنها النهارده بنبدا نطمن فيها على الفايتال ساينز. من الاخر بعد ما اعملها عاوز اطلع على اجابه للسؤال ده، هل العيان اللي قصادي vitally stable or not؟ على أساس الكلام ده هبدأ بقى أتعامل مع العيان. طيب إزاي أعرف أجاوب على السؤال ده، هل المريض ده vitally stable or not؟ بمشي على الأبروتش اللي احنا قلنا عليها A B C D E. A للـ Airway، لازم أطمن إن الـ Airway بتاع المريض اللي قصادي patent وclear، لازم أتأكد إن الـ Airway بتاعه سليم ومفيهوش مشكلة. تاني حاجة الـ breathing، لازم أتأكد إن المريض اللي قصادي بيتنفس بشكل طبيعي. تالت حاجة الـ circulation، لازم أتأكد إن الـ circulation بتاعته كويسة ومفيش فيها مشكلة. رابع حاجة disability، لازم أشوف هل الحاجات اللي فوق دي أثرت على الشخص ده لدرجة إن هي عملت له disability معينة. طب لو هو في غيبوبة الجلاس كوما سكور بتاعه كام؟ الكلام ده كله هنسمعه كمان شوية. خامس حاجة الـ E exposure، ببدأ أكشف المريض بشكل كامل وابدا اشوف لو هو مجروح جرح معين، لو في منطقه معينه فيها انفكشن ممكن تكون هي اللي دخلته في نوع معين من انواع الشوك. هنبدا بقى ناخد واحده واحده من الخمسه دول ونشوف هنطمن على كل واحده ازاي، ولو واحده فيها مشكله ابدا اتعامل مع المشكله دي ازاي. اول حاجه معايا الايروي، لازم اطمن على الايروي واعرف ان هو سليم وما فيهوش اي مشكله. طيب اعرف الموضوع ده ازاي؟ لو المريض اللي جاي كونشوس فايق اقدر اكلمه بساله اسمك ايه، انت فين دلوقتي، انت تعرف الساعه كام، انت تعرف النهارده ايه. لو رد عليا خلاص انا بطمن ان الايروي بتاعي سليم. طيب لو مش كونشوس او انا شايف ان في مشكله ريسبيراتوري ببدا اتصرف معاه. طب ايه المشكله اللي ممكن تكون موجوده، او ازاي اطمن ان مفيش مشكله؟ عشان اعرف ان مفيش مشكله فعلا خصوصا لو المريض ده مش كونشوس، اشوف الاول صوت نفسه يكون طبيعي، ما يكونش صوت نفسه فيه دوشه كتير او في مشكله. تاني حاجة ما يكونش عنده respiratory distress. respiratory distress دي بعرفها ازاي؟ امتى اقول ان المريض اللي قصادي ده عنده respiratory distress؟ لما يكون مثلا تكبنك respiratory rate بتاعه طالع فوق العشرين، لما يكون عنده cyanosis، لما يكون في grunting او retraction. الحاجات دي كلها بقول ان الشخص ده عنده respiratory distress. انا لو ملقتش فيه مشكلة خلاص انا اطمنت على الايروي بتاعي، لو في مشكلة ببدأ اتصرف معاه. الحاجات البيزك اللي ممكن اعملها عشان احل مشكله الايروي وافتحه، المانوفر بتاعه الهيد تيلت شين ليفت. واهم حاجه وانا بعمل المانوفر دي ان انا لازم اتاكد الاول ان الشخص ده ما عندوش سيرفايكال انجري، يعني ما يكونش جاي مخبوط في رقبته او واقع وقعه جامده او عامل حادثه واقول ان انا هعمل هيد تيلت شين ليفت. لا، لو انا سسبكت بس ان في سيرفايكال انجري ما اعملهاش. هيد تيلت شين ليفت بعملها ازاي؟ ايدي هتضغط على الفور هيد لتحت، والايد الثانيه بال اندكس والميدل فينجر هبدا ارفع المانديبل لفوق، وكل ده بيبقى هدفه ان انا ارفع اللسان بتاعه عشان لو كان بالع لسانه. طيب لو انا سسبكت سيرفايكال انجري ببدا اعمل المانوفر الثانيه اللي هي الجو ثراست. الجو ثراست بعملها ازاي؟ راحت ايدي هحطها ناحيه البرايتال بونز وصوابعي بتبقى تحت عند المانديبل، وابدا ارفع الفك لفوق واركب له طبعا نيك كولر بما اني سسبكتد سيرفايكال انجري. طبعا الحاجات دي كلها هي الحاجات البيزك. انت لو في الطوارئ والمريض اللي داخل لك اللي احنا بنتكلم عنه ده الجلاسكو كوما سكور بتاعه اقل من 8، وهنعرف بنحسبه ازاي كمان شويه، بتطيبه بتعمل له اندوتراكيال تيوب. تاني حاجه بطمن عليها هي البريثنج، وبطمن عليه بثلاث حاجات: لوك لسن اند فيل. لوك ان انا بشوف الشيست بتاعي بيتحرك بشكل طبيعي طالع نازل، مفيش ريسبيراتوري ديستريس زي ما قلنا من شويه، مفيش ساينوزس، ومعدل النفس بتاعه يكون طبيعي، يعني ما يكونش تاكيبنيا اعلى من 20 ولا براديبنيا اقل من 10. تاني حاجه لسن، ببدا اسمع صوت الشيست على الناحيتين، اتاكد ان الاير انتري بتاعي ما فيهوش مشكله،
صوت النفس بتاعي طبيعي وكلير ومفيش اي صوت تاني مع صوت النفس، مفيش additional sounds، مفيش crepitations، مفيش wheeze، مفيش اي مشكلة مع صوت النفس. تالت حاجة feel، مبدأ احس الشيست، اشوف لو في كريبيتس، في حاجة مكسورة تحت ايدي، وممكن اعمل بيركشن سريع عشان لو لقيت في dullness ممكن اعرف ان في pleural effusion او اي مشكلة. طبعا لو لقيت في مشكلة في البريثينج ابدأ اركب له اوكسجين 100% سواء عن طريق بقى الماسك او الاندوتراكيال تيوب او النيزل كانيولا. تالت حاجة circulation، ودي لازم اطمن على حاجتين اساسيين، ضغط الدم والكاروتيد بلس. لازم اقيس البلاد بريشر واشوفه كام، ولازم اشوف الكاروتيد بلس على الاقل افضل احسه 10 ثواني واشوفه هو موجود ولا لا. طبعا في كذا حاجه ممكن تاثر على السيركيوليشن، ممكن يكون الشخص ده داخل اصلا ارستد كاردياك ارست، ممكن يكون الشخص ده داخل بليدنج، ممكن يكون الشخص ده داخل شوكد، ممكن يكون الشخص ده ارزميك، ممكن يكون اي مشكله عنده ممكن تاثر على السيركيوليشن. كل مشكله من المشاكل دي هنبدا نشوفها في الفيديوهات الجايه ونشوف هنتعامل معاها ازاي. رابع حاجه الديسابيليتي، ودي بطمن فيها على النيورولوجيكال فانكشن، يعني بشوف الشخص ده اورينتد للبليس للتايم للبيرسون، ببدا اساله انت تعرف احنا فين دلوقتي، انت تعرف احنا الصبح ولا بالليل، انت تعرف مين اللي واقف جنبك ده، وابدا اساله عن اي حد من الريليتيف، انت تعرف احنا فين دلوقتي، واشوف درجه وعي المريض معايا هتبقى عامله ازاي. وانا بعمل كل ده ببدا احط درجه للمريض على الجلاسكو كوما سكور. الجلاسكو كوما سكور بالنسبه لي انا في طارئ يهمني 3 درجات، 15 وده بقول عليه نورمال ومفيش مشكله ووعي معايا وزي الفل، او دي سي ال يعني ديستربت كونشوس ليفل عشان هتلاقيها مكتوبه كتير في التحويلات اللي جالك من بره، وده معناه ان هو نزل عن رقم ال 15 ده. اي رقم تاني غير ال 15 هتلاقيه مكتوب لك ان هو جاي بديستربت كونشوس ليفل، او ان هو جاي لك في ديب كوما. ديب كوما يبقى انت نزلت الرقم 3 اللي هو اقل رقم في الجلاسكو كوما سكور. طب الجلاسكو كوما سكور بشوفه ازاي؟ بيبقى معانا 4 اي 5 فيربال 6 موتور، 4 اي 5 فيربال 6 موتور. 4 اي انت بتحط 4 درجات لو الشخص ده جاي لك فاتح عينه، هو فاتح عينه لوحده، فاتح عينه تلقائي، او ان هو بيفتح عينه لما يسمع صوت، لما انت تنادي عليه ساعتها بنديله رقم 3 بنشيل منه درجه، او بيفتح عينه لما انت تعمل له اي بينفول ستيميوليشن سواء تقرصه من ودنه او تضغط على صباعه او ايا كان، ساعتها بياخد درجتين بس بيتخصم منه كده درجتين، او ان هو ما بيفتحش عينه خالص تحت اي ستيميوليشن ومهما ناديت له ساعتها بنقول ان هو بياخد درجه واحده بس، دي اقل درجه في درجات الاي. في الفيربال بقى بنشوف هل هو اورينتد زي ما احنا كنا بنتكلم من شويه، يعني العيان فايق وبيتكلم معاك لما تسلم عليه او ما تساله عن اسمه، ساعتها بنقول ان هو اورينتد وبنديله 5 درجات في الفيربال. لو العيان بيتكلم معاك بس مش عارف هو بيقول ايه ساعتها بنقول ان هو كونفيوز بياخد 4 درجات في الفيربال. لو بيقول كلام ملهوش علاقه ببعض ساعتها بنقول ان هو بيقول كلمات، هي الكلمات ليها معنى بس ملهاش علاقه ببعض، فبنقول ان هو بيقول كلمات وبياخد 3 درجات بس في الفيربال. لو بيقول اصوات زي همهمه او كلمات مش مفهومه، دي حاجه احنا مش فاهمينها اصلا، بنقول ان هو بيصدر اصوات او ساوندز فبنديله درجتين بس في الفيربال. لو ما بيعملش اي حاجه خالص بنديله درجه واحده. بعد كده الموتور، الموتور له 6 درجات. اول درجه ان انت لو طلبت منه يحرك ايده هيحركها، يعني جيت تسلم عليه مثلا وبتمد له ايدك هتلاقيه بيمد ايده ويسلم عليك، لو قلت له ارفع ايدك او ابعدها عنك هيبدا يستجيب ليك ويبعدها، ساعتها بنديله 6 درجات في الموتور. لو ما استجابش لكلامك بتبدا تعمل له بينفول ستيميوليشن، لو عملت له بينفول ستيميوليشن وبدا يجيب ايده ناحيه الالم ويبعدها عنك بنديله 5 درجات. لو عملت له بينفول ستيميوليشن ولقيته بيبعد جسمه عنك، بيبعد جسمه عشان ما تلمسوش، ساعتها بنديله 4 درجات. لو عملت له بينفول ستيميوليشن ولقيته بيضم كتافه عليه او بيعمل انترنال روتيشن للشولدر ساعتها بديله 3 درجات. لو عملت له بقى بينفول ستيميوليشن ولقيته بيفرد القلبه بتاعه وبيفرد النيه، بيفرد جسمه كله وهو مش عارف الحركه اللي هو بيعملها دي ليه بس هي مجرد استجابه للالم، ساعتها بنديله درجتين في الموتور. لو ما عملش اي حاجه خالص بنديله درجه، وبما اننا بنديله درجه في اقل حاجه في الاي ودرجه في اقل حاجه في الفيربال ودرجه في اقل حاجه في الموتور، فاقل درجه ممكن احصل عليها هي 3 وهي دي بنقول عليها ديب كوما. وطبعا الكوما اللي هو فيها دي بيبقى لها كذا سبب، واحنا هنعرف بنوصل للسبب بتاعنا ازاي لما نوصل للفيديو بتاع الكوما، لكن اثناء الاسسمنت ده في الديسابيليتي ده لازم
اشوف الراندوم بلاد شوجر بتاعي كام. المريض وهو داخل لي كده وانا شايفه ان هو داخل في كوما، لازم اول حاجه اعملها ان انا راندوم، اجيب جهاز الراندوم بلاد شوجر بتاعي واشوفه كام، لانه ممكن يبقى داخل في غيبوبه سكر. وطبعا هشوف البيوبل بتاعته على ناحيتين هي رياكتيف ولا لا، وممكن احاول اعمل له نيورولوجيكال اكزامينيشن سريع جدا واشوف البلانتر ريفلكس بتاعه موجود ولا لا. خامس حاجه ودي الاخيره هي الاكسبوجر، لازم اشوف لو الشخص ده ممكن يكون فيه تروما في حته معينه، ممكن يكون فيه ستاب او اي ووند في حته معينه، ممكن يكون فيه سورس بتاع انفكشن ظاهر قصادي. الكلام ده كله ممكن اشوفه لما اعمل اكسبوجر للمريض. انا لما بعمل كل ده بتاكد ان مفيش اي مشكله ممكن تموت لي العيان اللي داخل عندي في الاي ار. ده كله وانا بعمله ببقى واخد معايا شويه فايتال ساينز ببدا اشوفها. لما اشوفها ما ينفعش امشي المريض من عندي الا وانا متاكد ان الستة فايتال ساينز دول في النورمال، ودول بعملهم باقصى سرعه ممكنه. يعني وانا بعمل كل ده بشوف الساينز دي او الفايتالز دي معايا. اول حاجه ضغط الدم، تاني حاجه السكر بتاعي، تالت حاجه درجه حرارته، رابع حاجه البلس بتاعه، خامس حاجه الريسبيراتوري ريت، سادس حاجه الساتوريشن بتاعه. الست حاجات دول لازم اشوفهم، ما ينفعش امشي المريض الا وانا شايفهم. يعني هو اول ما يدخل وانا بطمن الحاجات دي كلها هحطه على المونيتور، المونيتور هبدا اشوف عليها البلس والساتوريشن، واعد الريسبيراتوري ريت واشوف السكر بتاعه كام، واكون بقيس له الضغط واشوف الضغط بتاعه طلع كام، واشوف درجه حرارته كام. لو استقبلت الحاله وعملت اي بي سي دي ابروتش وبدات اشوف الفايتال ساينز بتاعتي دي كلها واتاكدت ان مفيش اي مشكله فيهم كلهم، اقدر اقول وانا مطمن ان الحاله اللي معايا دي مش ارجنت، ابدا بقى بهادي وابدا اشوف مشكلته فين وادخل في سكندري سيرفي.